هنبدأ بأخبار إيجابية. دايما بنقول إنه من رحم الأزمة بيكون في ولادة للرحمة دائما. بعد الأزمة السورية انتقل محمد سيف الدين وهو مواطن سوري، انتقل لمصر عشان يبدأ حياة جديدة بعمله كترزي، لكنه وجد سبيله للرزق والنجاح. طبعا شغال من ايام سوريا بالخياطه والتصميم الازياء وموضوع الملابس. جيت هنا بمصر من حوالي 5 سنين. فجينا اول ما جينا يعني جينا على اللضا زي ما بيقولوا المصريين. بدانا الخطوات او في الاول فول، فاشتغلنا كده صناعيه عند الورشات، اشترينا المكن بالتقسيط طبعا، وقعدنا في البيت وعملنا شويه زباين، وبعدين رب العالمين كرمنا وخدنا المحل ده والحمد لله رب العالمين. كل ما يتعلق في الخياطة، نيوفرم نسائي رجالي جلايب، أي حاجة تتعلق في التفصيل وتصليح الملابس أنا بشتغل فيها، حتى الستائر والكنب والكلام ده. أنا ما أقدرش أقول يعني المصريين بلفظ مجرد، أقول الأخوة المصريين، أقول الحبايب المصريين، ده أقل حاجة ممكن أقولها عليهم. الحقيقة اللي إحنا أهل، والكلام ده مش يعني دلوقتي، من زمان سوريا ومصر بلد واحد. فلما جينا هنا ما حسيناش بالفرق، حسينا إن إحنا وسط أهلنا، كل الإمكانيات وكل الحاجة اللي عندهم قدموها لنا، حتى لحتى دلوقتي تعاملي وكل شغلي مع زباين، يعني النسبة الأكبر مع زباين مصريين. والله النماذج دي بتكون نماذج مشرفة، يعني بغض النظر عن جنسية البني آدم، لكن لما تيجي تشوف كده شاب بيتحدى الصعاب، عنده مشاكل وكل حاجة، الظروف ممكن تكون كمان ضده، لكن هو عايز يحقق حلم، عايز يقف على رجليه، عايز يبقى إيجابي في المجتمع اللي هو فيه مهما كان هذا المجتمع، هو الدولة اللي هو بينتمي ليها أو دولة أخرى. يعني دي نماذج حقيقية مشرفة، نتمنى كلنا يبقى عندنا الروح دي. هو اشتغل ترزي وده شيء محترم جدا، المهم إن هو يبقى عنده حلم ويحققه، والمهم كمان المجتمع يقبل ده ويقبل ويساعد الناس اللي هي بتبدا حياتها. ما حدش يبص لحد ان هي مهنه بسيطه، انت عارف مجتمعاتنا شويه طبعا. الشرقيه الناس بتبقى باصه لبعض المهن ان هي مهن يعني بسيطه، وان مش اي حد يقدر يشتغل فيها. بالعكس، وقلنا الكلام ده قبل كده، ناس كتير جدا مليارديرات في العالم ابتدوا بحاجات بسيطه جدا، لكن قدروا ان هم يثبتوا نفسهم، ودلوقتي الناس كلها بتحترمهم. فده نموذج يعني محترم. المهنه البسيطه دي في ظل الظروف الصعبه اللي كانت بتعانيها سوريا والخروج من حرب، وربنا لا يريكم معنى كلمة الحرب التي قد تخسر فيها كل شيء، انك تقدر انك حتى تقف على رجلك، ده انتصار على الحياة. خلينا نقول مرة اخرى كمان، كل السوريين في مصر هم مواطنين مصريين وليسوا لاجئين طبعا.